سلام البنات، مرحبا بكم في قناتي، ان شاء الله تكونوا كامل بالف خير. اليوم جيتكم بوصفه، وصفه الغراتان تاع الباذنجان. وصفه هايله بنينه وخفيفه بزاف بزاف بزاف. تحضروها في ميم با نص ساعه تكون واجده وتجي بنينه بزاف بزاف. تبعوا معايا لا غوسيت وان شاء الله تعجبكم. دونك نحتاجو في هذا الغراتان حبات تاع الباذنجان، يعني العدد اللي تحبوه. اذا تضاعفوا بغيتوا ديروا بلا كبير ضاعفوا الكميات. عندي بطاطا، عندي بصل، وعندي شويه تاع الثوم. كما قلت لكم الكميه انتم اللي تتحكموا فيها على حساب عدد افراد العائله. المهم نقص كل الحبات دوائر كما راكم تشوفوا. الباذنجان والبطاطا ثاني نقصهم يعني بنفس الحجم. وبعد نحكم في بلا يدخل الفرن، درت له بابي كويسون، وندهن حبات تاع الباذنجان بالزيت ولا زيت الزيتون، ونملحهم نتبلهم شويه وندخلهم نشويهم في الفرن. اذا تحبوا تقليوهم اقليوهم، ولكن من الاحسن في الفرن هكا باه ما يتشربوش هذاك الزيت. كما تعرفوا الباذنجان كيما ليبونج راهو يشرب بزاف الزيت ويجيكم هكا البلا ما يجيش خفيف، يجي ثقيل شويه. انا نفضل بالطريقه هذه، وكل واحد كيف يشتي. تحبوا ديروا الزيت ولا زيت الزيتون. والبطاطا نحكم نغليها في شويه ماء، ما نخليوهاش حتى تطيب بزاف، تقريبا نص طياب. نخليوها من 10 الى 15 دقيقه في ما يكون يغلي ويكون فيه الملح. ودرك نفوتو نخدمو لاصوص اللي راح نرافقوها مع هذا لو غراتان. انا راح نديرها بلا فيون داشي. عندي البصل قطعته الى مكعبات، نقليه في شويه زيت ونزيد له بعد ما يتقلى البصل نزيد له شويه فيون داشي. لا فيون داشي تقدروا تستغناو عليها، تقدروا ديروا فقط لاصوص طوماط بالطريقه هذه. ومن بعد كي طيب لا فيون داشي اكيد تبلتها بالملح فلفل اسود وشويه راس الحانوت. ومن بعد نزيد لها لاصوص طوماط، هذه لاصوص واجده. تقدروا ديروا طماطم مرحيه مع طماطم مصبره، انا نفضل هذه لاصوص. ونشتي خففها مليح بالماء باش ما تجيش حامضه بزاف وتزيد تعطينا لاصوص في لو غراتان ما يجيش ناشف. راح نزيد مع هذا الغراتان صوص بيشاميل. عندي ملعقه كبيره تاع الزبده، وعندي ملعقه كبيره ولا ملعقه ونصف تاع الفارينه. نحمص هذيك الفارينه في الزبده مليح مليح، ومن بعد نزيد لها الحليب ونزيد لها الفخوماج اللي عندكم. تقدروا تزيدوا فخوماج غابي، انا درت الفخوماج تاع المثلثات. ونخلي لاصوص بيشاميل تغلي حتى تعقد مليح. بعد ما كملت كل العناصر تاع الكغاتا درك راح نديرو فيه بلا وندخلو يطيب في الفرن. يعني هنايا راح ندير اول طبقه هي شويه تاع البيشاميل مع شويه تاع لاصوص. كملاحظه هنا درت البيشاميل شويه برك باسكو حنا ما نحبوهاش. اذا تحبوا بزاف لا بيشاميل ضعفوا الكميه وضعفوا المقادير. ومن بعد نزيد نحط طبقه تاع الباذنجان، وكل مره ندير لاصوص ونزيد البيشاميل. ومن بعد ندير البطاطا ثاني. البطاطا نقدروا نستغناو عليها في هذا الكغاتا ولا نقدروا نزيدوا الكميه كيما بغيتوا. ومن بعد هكا ندير طبقات حتى نكمل كامل المكونات. وفي الاخير ندير الفخوماج غابي. انا الفخوماج غابي اللي نستعمله خلطت زوج انواع. عندي الباكي اللي مكتوب فيه 3 فخوماج، وثاني نشتي نزيد الموزاريلا تعطيني مظهر رائع وتعطيني ثاني بنه هايله لغراتان.
وعندي الفرن ساخن على درجة حرارة تكون 200 إلى 220 درجة مئوية، وما يطولش بزاف في الفرن حتى يذوب هذاك الفخوماج ونخرجوه، باسكو كلش راهو طايب. انا نحط الكغاتان تاعي طيب ونرجع لكم بعد ما يطيب باه تشوفوا النتيجة. الكغاتان تاعي راه واجد، شوفوا كيفاه يجي، يجي هايل بزاف والبنه ما نحكي لكمش. انا ما نحبش الباذنجان ومانيش مولفه ناكله بزاف، لكن بالطريقه هذه يجي هايل، خاصه للاطفال اللي ما يحبوش الخضر. وراح نقسم قدامكم باه تشوفوا كيفاه يجي الداخل، يجي هايل بزاف بزاف بزاف. نتمنى تجربوا هذه الوصفه ونتمنى تعجبكم، واذا عجبتكم ما تنساوش تشجعوني باللايكات لي كومونتير، وخاصه خاصه لو بارطاج تاع لاشين تاعي، هكا تزيد تكبر اكثر واكثر وهكا تدعموني. واللي تحب تتابعني على الانستغرام ولا في الجروب تاع الفيسبوك راح نحط لكم كل الروابط في صندوق الوصف. مرحبا بكم كامل. دونك انا خليكم ونتلقاو في الفيديو الجاية ان شاء الله.